جينا نركبوا لك هذا الجهاز. جهاز هذا انذاري يتحسس اول اكسيد اول اكسيد كربون. كنت عاود كش ما كان كيما نقولوا له احنا بالعاميه المرعوب. كيعاود كاين تسرب هذا الجهاز راح ينبهك. درك نركبوا لك ان شاء الله هذا الجهاز ونفهموك فيه كيف يخدم. ميعاد البشير أول المستفيدين بجهاز إنذار صوتي ومرئي مجانا للكشف عن تسربات غاز أحاد أكسيد الكربون بمدينة بوسعادة. ركبونا أجهزة إنذار وتحسيس، هذا واحد كما راك تشوفوا فيه، وهذا ثاني أي حاجة تاع خطر تاع فويت تسرب غاز هو ينديكتي. هذه المعلومات عطاوها لنا اليوم تحسيسيه ما كناش على بالنا بها. ركبوا لنا هذا الجهاز باطل على التسرب تاع الغاز باش كشفويت والله عفسه والله تصوني يصوني ذاك الجهاز. هذه مبادرة حسنة على كل حال، وذلك للأخذ بالأسباب الحيطة والحذر مصداقا لقوله تعالى والتقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا الجهاز سيكشف تسرب الغاز. 11 مليون جهاز كاشف عن تسربات الغازات المحترقة ستوزع على أن تعمم على باقي ولايات الوطن. يعني العملية اللي راح تكون وطنية وبتدريجيا وبداية ب 21 ولاية التي تمثل سلسلة الهضاب العليا، لماذا؟ لأنها تشهد وتمتاز وتتميز ببرد قارس، إذا يكثر فيه استهلاك الغاز. ونتمنى وصولنا الغاز تلقى تجاوب من عند المواطن ويسهل المهام في إنجاز المهمة اللي كلفها بها السيد رئيس الجمهورية. كشف غاز أحادي أكسيد الكربون حتمية في كل بيت من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين التي تعد من أولويات الدولة.